مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من هنا العاصمه. النهارده يوم لازم نفتكره كلنا لانه حدث فيه ما لم يحدث منذ 30 يونيو حتى الان. منذ ثوره الشعب المصري في 30 يونيو حتى الان لم تتحدث شخصيه قياديه في مصر بخطاب مباشر ورساله واضحه جدا الى الرئيس الامريكي باراك اوباما والى ادارته والى وزاره خارجيته والى سفيرته في القاهره. لم يحدث منذ 30 يونيو حتى الآن أن خرج سياسي مصري سواء قيادي في حزب ما أو مسؤول في الحكومة المصرية أو غيره يتحدث بشكل مباشر وبشكل عنيف وحاد إلى الرئيس باراك أوباما الرئيس الأمريكي. حدث اليوم في حوار مهم جدا نشرته الواشنطن بوست، تتحدث بشكل مباشر الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بشكل مباشر إلى الإدارة الأمريكية. واضح أن الصمت مش هينفع، كان واضح أن المؤامرة لابد أن تجد مواجهة حقيقية ومصارحة من القيادة المصرية. الحوار اللي نشرته الواشنطن بوست النهاردة وأحدث ردود فعل كبيرة جدا، كان كل كلمة فيه لها معنى من الفريق السيسي، وهنشوف مع بعض الفريق السيسي قال ايه لباراك اوباما لاول مره منذ 30 يونيو حتى الان. واضح ان بيقول له ان كل مواقفك احنا عارفينها مكشوفه وواضحه، والمؤامره الامريكيه على مصر والمنطقه بالكامل والجيش المصري والدوله المصريه والمواطن المصري واضحه جدا. في الحوار اليوم كان كلام السيسي رسائل، كل سطر فيه او كل عباره فيه رساله للاداره الامريكيه. واضح ان احنا كمان مشتاقين للمواجهات المصرية الأمريكية على خلفية وأرضية الكرامة المصرية والسيادة الوطنية المصرية. قال إيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي في حواره اليوم اللي نشرته الواشنطن بوست؟ هو شن هجوم حاد على الإدارة الأمريكية والرئيس باراك أوباما، واتهم الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي بتجاهل إرادة الشعب المصري وعدم تقديم الدعم الكافي لمصر أثناء فترة حرجة من تاريخها تعرضت فيه لخطر الحرب الأهلية. عرفتوا بقى الولايات المتحدة الأمريكية مع الإخوان مع حلفائهم كانوا بيهدفوا لإيه ولا زالوا حتى الآن بالنسبة لمصر؟ الواشنطن بوست واخدة كوتيشن واضح جدا من التصريحات الفريق أول عبد الفتاح السيسي وحطاه في بداية تصريحاته. قال إيه بالحرف الواحد؟ قال للإدارة الأمريكية والرئيس باراك أوباما، قال لهم انكم ادرتوا ظهركم لإرادة وثورة الشعب المصري في مرحلة حرجة جدا كانت تنذر بحرب أهلية في مصر، وان المصريين لن ينسوا هذا الموقف للإدارة الأمريكية على الإطلاق. رسالة واضحة جدا انكم كنتوا تهدفون الى حدوث حرب أهلية في مصر، وانكم ادرتم ظهركم للشعب المصري اللي قام بثورة عظيمة، وان الشعب المصري زي ما تعود عمره ما هينسى ده للإدارة الأمريكية. قال إيه تاني السيسي في هذا الحوار الناري؟ أن ما حدث في مصر كان تمردا من شعب حر ضد حاكم لم يتصف بالعدل. الإرادة، على فكرة يا جماعة، الصورة دي اللي نشرها الواشنطن بوست للثورة المصرية، الثورة المصرية العظيمة اللي في 30 يونيو، هذه الملايين التي خرجت لكي تقول للإخوان المسلمين وحلفائهم وأنصارهم والمرسي وللمؤامرة اللي بتحاك ضد مصر، قالت لهم لا احنا بنتمرد على ده. أكبر خروج لشعب على مدى التاريخ قال لا. الإدارة الأمريكية زي ما بقول لهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي أدارت ظهرها لهؤلاء الملايين للإرادة الشعبية المصرية، وحاولت ولا تزال تحاول التدخل بشكل مباشر وسافر ضد إرادة الشعب المصري. فالنهاردة الفريق السيسي بيقول لهم هذا لن يحدث وأن المؤامرة مكشوفة. بيقول إيه تاني؟
أن الفكرة التي توحد جماعة الإخوان المسلمين ليست الفكرة الوطنية. هجوم واضح جدا على جماعة الإخوان التي تحاول أن تجر مصر إلى مستنقع الفوضى والحرب الأهلية. الفكرة التي توحد جماعة الإخوان المسلمين ليست الفكرة الوطنية ولا حتى القومية أو الشعور بالانتماء للبلد اللي هو مصر. وقال: لقد شعرت منذ اليوم الأول لحكم محمد مرسي، خلوا بالكم الكلام ده، أنه لم يكن رئيسا لكل المصريين، لكنه كان رئيسا لتابعي ومؤيدي فقط. وحضراتكم فاكرين في أول كلمة ألقاها الدكتور محمد مرسي بعد توليه الرئاسة كان واضح جدا كلامه، والمصطلح اللي كلنا حفظناه وأصبح مصطلح معروف في العالم كله كان بيتحدث إلى أهلي وعشيرتي، بيقول إلى أهلي وعشيرتي. فريق السيسي بيقول كان واضح من اليوم الأول أنه لم يكن رئيسا لكل المصريين ولكنه كان رئيسا لمؤيديه وتابعيه فقط. وقال أيضا أن وزير الدفاع الأمريكي شاك هيجل يتصل به بصورة شبه يومية. وزير الدفاع عنده اتصالات يومية بوزير الدفاع الأمريكي بالفريق أول عبد الفتاح السيسي، وكشف قال أن الرئيس أوباما لم يتصل به ولو مرة واحدة منذ عزل مرسي. ليه؟ لأنها مش جاية على هواه، مش جاية على مؤامرته، مش جاية على مصالح أمريكا والإخوان، لأنه أمريكا والإخوان وأنصارهم وحلفائهم في المنطقة سواء قطر أو تركيا أو غيره كانت بالنسبة لهم صدمة وصاعقة ما حدث في 30 يونيو. المشاهد اللي حضراتكم شايفينها دي كانت صادمة ليس للإخوان المسلمين فقط ولا لمحمد مرسي، ولكن الأكثر للولايات المتحدة الأمريكية التي فوجئت بهذا الخروج العظيم والرائع، وحاولت تدير ظهرها ليه زي ما قال الفريق أول عبد الفتاح السيسي. كان واضح جدا كلامه ان الشعب المصري مش هينسى ده. الشعب المصري اللي خرج الخروج ده في 30 يونيو وفي 3 يوليو مع عزل مرسي وفي 26 يوليو مع دعوة الفريق السيسي للخروج لتفويضه ولمواجهة الارهاب، الشعب المصري ده عمره ما هينسى ده للإدارة الامريكية مش للشعب الامريكي. كان واضح كلام السيسي ان الشعب الامريكي حاجة وإدارته حاجة تانية، ان إدارته ادارت ظهرها وخزلت الإرادة الشعبية المصرية من أجل تحقيق مصالح خاصة. قال إيه تاني؟ انتقد بشدة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تأخير أو تأجيل تسليم طائرات F-16، الأربع طائرات اللي حضراتكم عارفينها اللي كانت محدد ليها موعد تسليم منذ أيام، وأرجأت الولايات المتحدة تسليمها إلى مصر كورقة ضغط من أجل عيون الإخوان المسلمين. وقال وصف تأجيل تسليم هذه الطائرات بأن هذه ليست طريقة مناسبة للتعامل مع جيش وطني. نعم، جيش مصر وطني لن يرضخ أمام أي دولة في العالم، ولن يرضخ أمام الإدارة الأمريكية، ولن يرضخ ولن يستسلم ولن يبيع شعبه من أجل 4 طائرات ومن أجل تسليح الجيش المصري كله ومن أجل المعونة العسكرية ومن أجل المعونة الاقتصادية. لن يحدث، لانه الفريق اول عبد الفتاح السيسي وقيادات الجيش وكل مؤسسات الدوله بتنفذ اوامر وتعليمات الشعب المصري. هذا قرار اتخذته الجمعيه العموميه للشعب المصري في 30 يونيو. الجمعيه العموميه للشعب المصري كله خرجت في 30 يونيو. كان ايه الطريق قدام السيسي غير انه يعمل ده؟ وقدام القوى والاحزاب السياسيه والكنيسه والازهر اللي اجتمعت معاه يوم 3/7 غير انهم يعملوا ده؟ مين يقدر يتجاهل رغبة شعب كامل خرج في الشوارع؟ وإيه المخاطر اللي كانت ممكن تحصل لمصر والمنطقة بالكامل إذا تجاهلت القوات المسلحة والمؤسسات المصرية رغبة وإرادة الجمعية العمومية للشعب المصري؟ عارفين كان إيه اللي هيحصل؟ ده اللي بيقوله السيسي في الحوار للواشنطن بوست. كانت تحصل حرب أهلية في مصر. وده اللي عايزينه، اللي عايزاه الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن القومي الأمريكي والسفيرة الأمريكية في القاهرة والمخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية والتركية والقطرية، وكله عايز ده. ليه؟ لتكرار سيناريو سوريا. إسقاط الجيش المصري، الجيش الوطني الأكبر والأعظم بتاريخه وقوته وجنوده وضباطه وأسلحته وكفاحه المشرف كان لازم ينهار من وجهة النظر الأمريكية. ليه؟ علشان يتعمل الشرق الأوسط الجديد اللي رسمته كوندوليزا رايس ومجلس الأمن القومي الأمريكي والجمهوريين وغيرهم
سنة 2003، وكانت كلام واضح جدا انه الفوضى الخلاقة هي التي ستخلق وتصنع الشرق الاوسط الجديد، دويلات ويتم تقسيم الدول الكبرى في المنطقة واسقاط قوتها المسلحة وجيوشها، لان هي حجر العثرة امام المؤامرة والمخطط الامريكي الصهيوني. علشان كده اوباما وادارته عندهم حالة جنون، عندهم حالة انكار زي ما عند الاخوان حالة انكار، مش قادرين يصدقوا ان اللي ابطل واجهض هذه المؤامرة اللي مرسومة بقالها 10 سنين وبتتنفذ ومرسوم عليها سياسات واستراتيجيات امريكا واسرائيل والصهيونية العالمية وكل المنطقة مرسومة على الاساس ده عشرات السنوات قدام. مين اللي كان هينفذ هذا المخطط؟ هم الاخوان في مصر، وهذا التيار اللي كان عايز يحكم المنطقة بالكامل في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وفي كل المنطقة. وبالتالي كان الولايات المتحدة الامريكية وادارتها كانت داعمة لوصول هذا التيار الى الحكم، وكانت متخيلة انها دانت الارض ليها، ودانت المنطقة بالكامل ليها، ودانت مصر ليها. ثم بعد 11 شهر فقط، بعد تخطيط وانفاق مليارات ومئات الملايين اللي جات للاخوان واللي جات للجماعات في المنطقة والسجون اللي اتفتحت والارهابيين اللي خرجوا والجماعات اللي خرجت، خرج عنصر مش في الحسبان. عارفين في كرة القدم لما بيقولوا القادمون من الخلف؟ عنصر ما كانش معمول في الحسبان، معمول في الحسبان الأحزاب، أجهزة المخابرات، القوى السياسية، الجيوش، القوات المسلحة، أجهزة الأمن، معمول حساب كل ده. والسفارات بتشتغل، السفارة الأمريكية بتشتغل والألمانية بتشتغل والبريطانية بتشتغل، كله بيشتغل. والأتراك شغالين والقطريين شغالين. مين اللي أفسد كل ده؟ الشعب المصري. وبالتالي يستحق الشعب المصري الآن أن يحرق من وجهة النظر الأمريكية، من وجهة نظر أوباما يستحق أن يحرق، ويستحق أن يتم تدمير جيشه العظيم، وتدخل مصر في حرب أهلية وفوضى وتتقسم وتبقى حياتنا دمار علشان المخطط الأمريكي. ومش هينفذ المخطط الأمريكي غير الإخوان. الراجل ده السيسي وجيشه العظيم عمرهم ما هينفذوا المخطط الأمريكي. ما فيش مؤسسة وطنية بالحجم ده زي الجيش المصري هينفذ المخطط الامريكي. علشان كده لاول مرة الولايات المتحدة الامريكية بتدس انفها بقوة وبعمق في ارادة شعب وضد ارادة شعب عشان تنفذ مخططها. لان الجمهوريين في الولايات المتحدة الامريكية بيقولوا لاوباما انت فاشل. المخطط اللي كلنا عاملينه بقالنا 10 سنين انت نفذته غلط. رقبته هتروح فيها، والديمقراطيين هيدفعوا تمن ده 8 سنين قدام. انك فشلت، وبالتالي اوباما بيحاول ينقذ رقبته، ينقذ رقبة الحزب بتاعه واجهزة مخابراته وسفرته البائسة المتخلفة ان باترسون. الشعب المصري ده هو السيسي في الحوار ده لواشنطن بوست بيقول لهم الشعب المصري ارادته هي التي نفذت وستنفذ، وهي اللي هترسم مستقبل مصر، وادارتكم لظهركم لهذا الشعب وتمرده وثورته العظيمة لن ينسى الشعب المصري. وطيارات ما طيارات F-16 F-25 في 60 داهية. وقال الفريق السيسي ان الولايات المتحدة قادرة، خلوا بالكم بقى من الكلام الخطير ده، كلام ناس سياسيين جامدين قوي بقى، ناس فاهمين، راجل بقى متربي في المخابرات الحربية، عارف كويس جدا ايه اللي بيحصل، عنده المعلومات وعارف كل حاجة. بيقول لهم ايه بقى؟ ان الولايات المتحدة الامريكية قادرة على لعب دور افضل لحل الوضع الحالي في مصر. الدور ازاي بقى؟ واضح، الرسائل واضحة لأوباما. قال لهم إن الإدارة الأمريكية لها تأثير قوي على الإخوان المسلمين. تأثير؟ ده هو الراجل بيقولها بأدب بس، تأثير ده لها السمع والطاعة، لها الأمر، لها التعليمات، لها الفرمان على الإخوان. بيقول له الدور المؤثر للإدارة الأمريكية دلوقتي في مصر مش إنها تدينا قمح ولا تدينا سلاح ولا تدينا فلوس، مش عايزين منهم حاجة. بيقول لهم أن لها تأثير قوي على الإخوان المسلمين، وأنا أتمنى أن أرى الإدارة الأمريكية تستخدم هذا التأثير من أجل حل الصراع الحالي. كلام واضح جدا ورسالة في وقتها للإدارة الأمريكية وباراك أوباما. لأول مرة منذ 30 يونيو فعلها السيسي، لم يفعلها أحد غيره، ولكنه من منطلق المسؤولية الوطنية للقوات المسلحة المصرية
اللي واقفة حائط صد أمام كل المؤامرات دي بيفكرنا بمشهد جمال عبد الناصر لما كان الأمريكان بيتآمروا عليه ويتآمروا على مصر وعملوا كل حاجة لتدمير التجربة المصرية. فبيقول لهم لا، احنا اتعلمنا من التاريخ، الشعب المصري بقى المرة دي هو اللي بيحكم، والشعب المصري مش هينسالكوا ده، وان اللي انتوا بتخططوا ليه الرسالة واضحة بين كل كلمة وكلمة وكل سطر وسطر، 100 رسالة يفهمها كويس جدا طرفين. الشعب المصري العظيم اللي فاهم الكلام ده كويس جدا لانه عايشه، والإدارة الأمريكية فاهمينه دلوقتي. زمان حوار وتصريحات الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الواشنطن بوست بتتحلل كل جملة فيه وكل كلمة فيه في مجلس الأمن القومي الأمريكي والمخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية وفي البيت الأبيض، وبتتحلل في قطر وبتتحلل في اسطنبول وبتتحلل في كل مكان، لأنه واضح الكلام جدا. انسوا انسوا، وكلامه مستند إلى عنصر قوة كبير جدا جدا، الشعب المصري. الشعب ده اللي خرج هو اللي يقدر يحمي بلده، وبقول لهم مش هننسالكوا ده، الشعب المصري مش هننسالكوا ده. ده حوار الفريق أول عبد الفتاح السيسي اليوم في الواشنطن بوست. اليوم أيضا وزارة الداخلية أصدرت بيانا جديدا، وألقى اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، قالت فيه كلام مهم جدا للمعتصمين في رابعة العدوية وميدان نهضة مصر واللي بيمشوا في مسيرات وغيره والكلام ده، حضراتكم عارفين، وهنيجي بعد كده هنشوف مع بعض حاجات كتيرة فيما يتعلق بالحدث المؤسف والإرهابي اللي تعرضت ليه مدينة الإنتاج الإعلامي أمس. خلونا نشوف وزارة الداخلية قالت إيه في بيانها بالصوت والصورة ونرجع نكمل مع بعض. اشتباكات ومحاولات اقتحام لمدينة الانتاج الاعلامي افتعلها مؤيد الرئيس المعزول بالامس. الساعة 3 ابتدينا نلاقي بعض التجمعات من جماعات مختلفة باعداد، ابتدينا نحذرهم، ابتدينا نطلع قوات خارج مدينة الانتاج الاعلامي علشان ما يحصلش الاحتكاك مع مذيعين او مع الافراد العاملين داخل مدينة الانتاج الاعلامي. ابتدينا نحذرهم، يا جماعه مكان هنا ما ينفعش نقطع الطريق، في مصالح ناس، مدينه الانتاج دي منطقه حره، دي مش تبعنا. ابتدى يحصل تعدي بالالفاظ، ما فيش مشكله، ابتدى يحصل تعدي بالطوب، احنا متعودين على كده. ابتدى يحصل بقى اللي اكتر من كده، ان يحصل اصابات في مجندين عندنا، في عندنا عساكر اصيبت بثلاث خرطوش وموجوده في مستشفى الشرطه في العجوزه لحد دلوقتي، في حالات اصابه متعدده في الارجل وفي الدراعات، في عساكر مصابه بخرطوش. هنا لا، هو ابتدى يتعدى عليا بقى بسلاح، وابتدى يتعدى عليا مولوتوف، ويتعدى عليا بالطوب. ابتدينا نفض الاعتصام دوت او محاوله الاعتصام دي امام مدينه الانتاج الاعلامي. حاولنا نفضها الاول بالانذار او بان ما ينفعش، هم كانت نيتهم غير كده. ابتدينا نفضهم بالغاز المسيل. عده ساعات من الاشتباكات كانت كفيله لاصابه مجندين بالخرطوش وإتلاف بعض ممتلكات مدينة الإنتاج. بس لهم بيشتموا وبيحدفوا بالطوب، وزي ما انت حضرتك شايف كده كسروا اللوحه الاماميه لمدينه الانتاج الاعلامي اللي هي بوابه 4 وكان موجود على بوابه 2، وزي ما حضرتك شايف الفرد الكاوتشي اللي هي بتاع العربيات واللوحه اللي هي متدمره والازاز المكسر، غير كميه الطوب اللي موجوده في الارض اللي هي كده، غير ان في عساكر مصابه بطلقات خرطوش. اللي احنا قدرنا ممكن نتعامل بيه ان هو بس ما فيش الا قنابل غاز اللي هي القنابل المسيله للدموع فقط اللي احنا تعاملنا بيها، وما فيش اي حاجه تاني. الاعداد كانت كافيه ان هم لو عندهم نيه ان هم يقتحموا، هم كانوا جايين بعدد مقبول وعدد لازم اتعامل معاه بشكل امني. طلعنا بره نأمن البوابه، حصل علينا ان هم يضربونا بطوب وعيط عني كده،
وجينا طلعنا احنا عليهم، جرينا وراهم ورجينا ورا، رجعنا لقيناهم رجعوا علينا تاني بالطوب، ضربنا عليهم بالغازات. ضرب علينا خرطوش امبارح بعد المغرب كده، واتنين من الزمالك الصابوا امبارح. ما عملناش نفطر، انا اللي فطرنا عليه شويه ميه مش اكتر. بعدنا ثلاث الساعه 12 بالليل ولا بعد ما عرفناش نفطر خالص غير لما نعوض القطاع. بلتوف وخرطوش 800 واحد 700 واحد، وكان من هنا ومن هنا تعالين كتير. حرام عليهم اللي هم بيعملوا فينا ده، احنا بنحمي البلد وهم المفروض يخافوا علينا طالما احنا بنحمي البلد، بس هم ما عندهمش كده. هم المفروض يخافوا علينا زي ما احنا خايفين على البلد، يقفوا معانا مش يجوا يضربونا وزمان اللي اتعور الدنيا. شفنا مع بعض التقرير ده حول التلفيات والخسائر والوضع اللي كان موجود امام مدينة الانتاج الاعلامي امس، وشفنا ضباط وجنود وزارة الداخلية اللي بيحاولوا يدافعوا عن المنشآت الوطنية المصرية، والجندي بيقول ان احنا المفروض يساعدونا لان احنا بنحمي البلد، لكن اللي بيحصل ده واضح ان هو خطة ومخطط ارهابي مدبر وبيمشي خطوة خطوة. اليوم بدأت تحقيقات، منذ امس بدأت تحقيقات نيابة اول اكتوبر في احداث الشغب والعنف ومحاولة اقتحام مدينة الانتاج. خضع 35 متهم من انصار المعزول محمد مرسي، ضبطوا في هذه الاشتباكات، بينهم اثنين من اصحاب المحلات او السوبر ماركت الشهيرة، محلات شهيرة مش هنقول اسمائها لغاية ما نشوف التحقيقات هتعمل ايه. كانوا موجودين امام، يعني هم مش مستكفين او مش مكتفين بانهم بيمولوا اللي بيحصل قدام في ربعة او في نهضة مصر او في المسيرات والوجبات اللي بتروح وغيره والحاجات والدعم اللي من كل الانواع، لكن جايين مع المسيرة عشان يحرقوا ويقتحموا مدينة الانتاج الاعلامي. التهم اللي وجهت ل 35 منها مثلا تكوين عصابة لمقاومة السلطات والاهالي والبلطجة وحيازة اسلحة نارية وخرطوش وقطع الطرق واتلاف الممتلكات الخاصة والعامة والشروع في قتل مجند شرطة من قوات الامن المركزي. التحقيقات والتحريات الاولية كشفت، هي جرت بمعرفة عمرو مخلوف رئيس نيابة اكتوبر واحمد ابو المجد مدير النيابة، ان اكثر من 2000 شخص من مؤيدي مرسي هاجموا مدينة الانتاج الاعلامي واطلقوا الخرطوش والشماريخ على الشرطة واقتلعوا البلاط والسيراميك المحيط بالمدينة وأضرموا النيران في سيارة الشرطة الخاصة باللواء الدكتور عصام موافي وسرقوا سيارة أخرى من سيارات الشرطة وأشعلوا النيران في عدد من الأكشاك المحيطة بالمدينة وحطموا عددا آخر من السيارات التي تصادف وجودها بمحيط المدينة، في سيارات بتاعة مواطنين ملكية خاصة تم تحطيمها وتدميرها أمس في الهجوم اللي كان مستهدف مدينة الانتاج الاعلامي، وقطعوا طريق الواحات امام المدينة بالحجارة وازالوا حاملات الاعلانات وحطموا البوابتين رقم 2 و4 وهشموا الواجهات الخاصة بالبوابتين. والتحقيقات جارية معهم حتى الان، وحضراتكم عارفين ان في عدد اخر من انصار المعزول تم القبض عليهم في احداث شغب وارهاب مختلفة في القاهرة والمحافظات، بيتم التحقيق معهم ايضا. وزارة الداخلية اليوم طلعت بيان زي ما قلت لحضراتكم، القاه اللواء هاني عبد اللطيف، موجه للشعب المصري كله طبعا والمتواجدين في ميدان ربعة او اشارة ربعة وميدان نهضة مصر في الجيزة. هنشوف اللواء هاني عبد اللطيف وزارة الداخلية قالت ايه في هذا البيان ونكمل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. التزاما من وزارة الداخلية بمسؤولياتها الوطنية، فإنها تؤكد حرصها على سلامة المواطنين المتواجدين في تجمعي ربعة والنهضة، وتجدد تعهدها بتوفير الحماية اللازمة لهم والدفاع عن حقوقهم وضمان خروجهم الآمن وعودتهم السالمة إلى بيوتهم وأعمالهم. وتدرك الوزارة أن عددا كبيرا منهم يرغب في العودة إلى منزله، لكنه يخشى من ملاحقات أمنية أو تهديدات من القائمين على تنظيم تلك التجمعات، ونؤكد على تعهدنا بحمايتهم وضمان سلامتهم، حيث أن استمرار وجودهم وبقائهم يعرضهم للمساءلة القانونية،
في التورط بالعديد من الأفعال التي يجرمها القانون بعد ثبوت تورط القائمين على التجمعين في أعمال القتل والتعذيب والخطف وإحراز الأسلحة وقطع الطرق والتحريض على العنف والكراهية وإزدراء الأديان وهدم مؤسسات الدولة والمساس بالسيادة والمصالح الوطنية وتعريض حياة السكان للخطر وانتهاك حقوقهم. إن الوزارة وأجهزة الدولة وجموع الشعب المصري الواعي يدركون تعرض المتواجدين بتلك التجمعات لحالة خطف ذهني من قبل القائمين عليها، ولا يسمحون لهم بالحصول على معلومات أو أخبار غير تلك التي يروجون لها ويزودونهم بها عبر منصاتهم للسيطرة على عقولهم وإبقائهم رهائن لدى قيادات جماعة الإخوان، بعيدين عن التزويد بالأخبار ومعرفة الحقائق والاختيار بين البدائل المتاحة لتحقيق أهدافهم حتى يتم استخدامهم في عمليات تفاوض للحصول على مكاسب سياسية من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة. إن وزارة الداخلية حريصة على حرمة الدم المصري وحريصة على سلامة المتجمعين في ربع والنهضة وحريصة على المساهمة في تهيئة الأجواء اللازمة لتحقيق مصالحة وطنية تستوعب كافة الاتجاهات السياسية ولا تقصي أي طرف، لكنها حريصة أيضا على القيام بدورها في الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين وملاحقة المطلوبين ضمن إطار سيادة القانون. أخي المواطن في ربع والنهضة، إن وزارة الداخلية تناشدك أن تحاول التعرف على آراء القوى السياسية الوطنية والجماعات الثورية والحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية في الممارسات غير القانونية التي ترتكب في تجمعي ربع والنهضة، كما تدعوك إلى التمعن في رد الفعل الشعبي المستنكر والمعارض والمعادي لممارسات القتل والتعذيب وقطع الطرق والتحريض والدعوة إلى العنف والإرهاب التي تصدر عن التجمعين مما قد يجعلك منبوذا من أهلك وبني وطنك. إن الإسلام في مصر يعلو ولا يعلى عليه إن الإسلام في مصر يعلو ولا يعلى عليه أمس واليوم وغدا، وإذا كنت تعتقد أنك تدافع عن شرعية فالشرعية والسيادة للشعب، وقد عبر عنها بوضوح في 30 يونيو و 26 يوليو. وإذا كنت تعتقد أنك تنصر جماعة الإخوان فإن خروجك الآمن السالم سيسمح للجماعة بالعودة إلى دورها ضمن العملية السياسية الديمقراطية النزيهة التي سيشهدها العالم كله وسيراقبها أيضا. وإذا كنت تعتقد أنك تحمي نفسك بالبقاء ضمن زملائك فإننا نتعهد لك بالأمن والأمان والعودة السالمة لممارسة حياتك الطبيعية باعتبارك مواطنا حرا شريفا، طالما أنك لم ترتكب أي جريمة أو تنتهك أي قانون. ده كان بيان وزارة الداخلية اليوم، البيان اللي شفنا بيانات مختلفة قبليه خلال الأيام الماضية بتناشد المعتصمين اللي هم المواطنين المصريين اللي الداخلية والشعب المصري كله خايف عليهم، بيقول لهم أنه ما يحدث الآن خطر عليكم وخطر على البلد كلها، وأنكم في جزء مهم جدا في هذه الرسالة أنه أنتم متعرضين لخطف ذهني وأنكم رهائن لقيادات جماعة الإخوان المسلمين اللي بيحاولوا يغسلوا عقولكم ويحاولوا يستخدموكم كدروع بشرية وأدوات تدمير لمصر. نرجو أن صوت العقل هو الذي يقول الكلمة الأخيرة من أجل استقرار هذا الوطن. بالمناسبة دي الدكتور حازم البلاوي رئيس الوزراء اليوم أيضا قال في تصريحات خاصة لصحيفة الوطن، قال أنه لابد من التعامل بحزم مع كافة دعاة العنف والإرهاب أيا كانت انتماءاتهم، متعهدا بأن الحكومة لن تسمح أبدا باستمرار الأوضاع الحالية بما يدفع البلاد إلى حرب أهلية. الببلاوي قال في تصريحاته أن عجلة الاقتصاد لن تدور سوى بعودة الهدوء والأمن للشارع، وأن هناك الكثير من الاستثمارات ورؤوس الأموال تنتظر استقرار الأمور للعمل بكثافة في مشروعات ضخمة من شأنها إنعاش الحالة الاقتصادية التي تعاني من ركود منذ فترة طويلة. وقال أيضا أن تكليف الدكتور حازم البلاوي رئيس الوزراء، قال أن تكليف الحكومة في قرارها الصادر لوزير الداخلية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب والعنف، أن هذا التكليف يأتي في إطار أحكام الدستور والقانون. طبعا هذه التصريحات بعد
اللقطات والمشاهد اللي شفناها واللي شايفين بعضها بيحاولوا يدونا إيحاء ان هم جيش وانهم مستعدين لإشعال الحرائق في البلد كلها وكأنها البلد مش بلدهم. زي ما قال اكتر من حد من المحللين والخبراء، قال ان مشكلة العقلية او الذهنية الاخوانية او الفكرة الاخوانية نفسها انها تتعامل مع مصر باعتبارها سكن وليس وطن. ايضا بمناسبة تصدي الحكومة لمحاولات العنف ونشر الارهاب في مصر، في اتنين او مجموعة من سائق سيارة تابعة لمحل زجاج او مصنع زجاج تقدموا ببلاغ الى قسم المسكي حول نقل المؤيدين لمرسي في ربع العدوية لسيارات كاملة محملة بزجاجات لاستخدامها كزجاجات مولوتوف وقنابل مولوتوف. حضراتكم عارفين ان المولوتوف بيتعمل في ازازة ويتحط في البنزين او اي مادة مشعلة وفتيل ويبقى قنبلة زي ما حضراتكم شايفين، اصبح اداة شهيرة جدا وموجودة في كل مسيرات جماعة الاخوان وانصار مرسي في ربعة ومسيرات اللي بتطلع منها او في نهضة مصر او كل المسيرات اللي بتطلع، وحضراتكم شايفين مشاهد المولوتوف دي كلها. هنشوف شهادة اللي قدموا بلاغات ضد اعتصام ربعة حول محاولتهم الحصول على زجاجات لاستخدامها في قنابل المولوتوف، ونرجع نكمل. أسلحة وزجاجات مولوتوف تتجه إلى ميدان ربع العدوية حيث مقر اعتصام أنصار الرئيس المعزول. أنا جالي واحد حوالي الساعة 10 الصبح، راجل محترم يعني كده بتاع، قال لي عايز إزاز. قلت له إزاز إيه؟ قال لي عشان أنا بعبي فنيك وعندي مصنع بتاع فينيك وعايز ازاز سعبيه، ممكن توريني عينات؟ تروح وريته ده بتاع فينيك وده كذا كذا، اختار ازازه. قال كام؟ قلت له 13 قرش. قال انا عايز 1000. قلت له ماشي. قال لي طب اديك حال 1000. قلت له لما تجيب معاك عربيه؟ قال لي هروح اجيب لك عربيه. واجي راح وجيني لوحده تاني، قال لي ممكن 2000؟ قلت له ممكن. الشغل في قد ايه؟ قلت له في 110. راح مديني ثمنه على 13 قرش الازاز. في واحد زبون كي خدنا من العتبه، رحنا على اساس نحمل شغل، خدنا بلاب العيله، حملنا خوز وخدني بالخوز ديت، فوجئت ان هو وداني بيها لمدينه نصر وداني ربع العدويه. كان حوالي 12 13 كرتونه على العربيه، الكرتونه فيها حوالي 18 خوز. انا لقيت عربيات كتير قوي متصوره وكده، وانا خفت عليا واخلي مسؤوليتي وجيت ابلغ الشرطه. السائقين واصحاب محلات بيع الزجاج توجهوا الى اقسام الشرطه لابلاغ جهات الامن بعد ان وجدوا المعتصمين يستخدمون المولوتوف ضد الجيش والشرطه. جالنا راجل اسمه حاج محمد، ده اسمه بس اللي نعرفه يعني، وجالنا قال لك في شغل هتحمله يعني كده وبتاع، فحملنا رحنا على الجامع الاحمر 3 عربيات حملنا، وقال لك عمليه نصر. رحنا عمليه نصر، فجينا نفسنا ورا ربع العدويه، لقينا ازاز بقى هنا ننزل ازاز نازل كتير، نزلنا ازاز كتير. ففوجئت بقى طبعا بالمنظر ده كده، خفت، عرفت انه ممكن يعملوا حاجه بيها، فانا نزلتها بسرعه ومشيت. رجعت انا بلغته عشان ابقى اخلي مسؤوليتي من اي حاجه، عشان حرام يعني. عندي كوماندا في المحل قال لي ان في عاوزين الناس عاوزين ازاز بس بسعر ما عجبنيش، فقلت له ما تدهمش. فالسوق ده كبير، دخلوا جوه حملوا عربيات من جوه وهم خارجين ناس، وحوالي 7 شكاير بالظبط كده، فخدوهم من المحل عندي حوالي 700 ازاز 770 ازاز حاجه زي كده. طبعا الواحد قلق لان الازاز مثلا دوت ممكن يتعبى حاجه مضره بالطوف، طبعا بيستخدم في الحاجات ديت. انا اقسم لك ان انا انتخبت محمد مرسي، وفي مجلس الشعب انتخبت الحقوق العداله والنور. بس هل الدين بيقول ان احنا نستخدم ازاز؟ هل الدين بيقول ان احنا نستعمل العنف؟ نفترض ان انت على حق، معنى ان انا على حق اتشبث بان انا اوصل لطريق مسدود؟ ده حاجه قله ادب، قله ادب. واللي بيتعوروا دول والشباب والناس والبنات والبتاع ده، والتخريب اللي بتعمل ده، دي حاجه، ده مش اسلام ابدا، والله ما هو اسلام ابدا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. شفتوا السلمية يا جماعة؟ سلمية رابعة.
عدوية؟ أنا بقيت بتضايق أوي لما نتكلم عن الرابعة العدوية الناسكة العظيمة. الرابعة العدوية يعني اسمها ما كانش المفروض يدخل في منطقة زي دي خالص، ولا يدخل في ممارسات زي دي. عاملين الرابعة رابعة رابعة، عايزين نسمي إشارة الإشارة دي حاجة تانية خالص. نسميها بديع، نسميها مرسي، نسميها البلتاجي، نسميها الكتاتني، نسميها أي حد اسم كده يتناسب مع العنف والدم ويتناسب مع الإرهاب. ما ينفعش يعني حظها رابعة العدوية. فيعني شفتوا معانا المشاهد، الناس راحوا أصحاب مصانع الزجاج والسواقين الغلابة اللي بيشتغلوا على عربيات نقل، خدوهم راحوا جابوا خوز من بولاق أبو العلا، وبعد كده راحوا الموسكي جابوا شكاير كاملة زجاجات. الأزايز دي ليه؟ يعني إذا كانت رابعة سلمية وثورة سلمية زي كده ثورة التحرير والاتحادية وثورة 30 يونيو وخمسة السلمية، الإزاز ده بيعمل إيه؟ الزجاجات دي بتعمل إيه؟ ده واخدينها عشان تستحموا بيها يعني مثلا، ولا إيه؟ مش فاهم. ولا عشان تشربوا فيها مية، ولا إيه؟ هتقولنا يا جماعة المشاهد بتاعة العربيات أهي دي يا جماعة في رابعة العدوية. أنا بس عايز أسأل، نثبتها بس شوية كده أو بالراحة كده، دي زجاجات إيه؟ إزازات إيه دي؟ يعني دي الإيه في رابعة؟ عشان السلمية؟ والأسلحة اللي بتدخل رابعة عشان السلمية؟ فين أوباما؟ وفين الإدارة الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان والدول الغربية كلها والعالم كله لما يشوف شعب عظيم ومسالم زي الشعب المصري متاخد رهينة لجماعات إرهابية؟ دي هتنفجر في مين؟ وشفتوا مشاهد قبل كده لما كانوا بيسونوا وبيخزنوا وقود عشان يتعبى فيها، دي لمين؟ دي لإيه؟ إيه هدفها؟ شفتوا المنظر ده قبل كده في التحرير أو في الاتحادية في 30 يونيو ولا في 3 يوليو ولا في 26؟ العرس الجميل جدا اللي أبهر العالم كله، كان فيه المناظر دي؟ كان فيه المصايب؟ كان فيه الإرهاب ده؟ بتعملوا إيه بالأزايز؟ وبعد كده نشوف المشاهد كلها اللي بيتضرب بيها مولوتوف على المنشآت وعلى الناس الغلابة وعلى عربيات المواطنين والحرق والتدمير. ده ليه؟ مستنيين إيه إحنا؟ لغاية ما مصر كلها تولع؟ بقول له 1000 إزازة. عارفين 1000 إزازة دول يعملوا يعني 1000 قنبلة يا جماعة، 1000 قنبلة. ده اللي حصل امبارح في مدينة الإنتاج الإعلامي، حصل ب 30 40 إزازة من دول. خسائر دي كلها والحرائق اللي شفتوها على الشاشة 30 40 إزازة من دول، دي مجرد دفعة واحدة، شحنة واحدة 1000 إزازة. ده غير الخوز، ده غير الأسلحة، أهو أهو. طب نقول إيه؟ دول مصريين؟ دول مصريين عايزين يقتلوا مين؟ عايزين يقتلونا كلنا؟ عايزين يحكموا بلد بالأزايز؟ عايزين يحكموا بلد بالمولوتوف؟ يا يحكموا 90 مليون مواطن مصري ولا 92 مليون مواطن مصري بالمولوتوف وبالدم وبالنار والإرهاب والقنابل والخرطوش، يا إما هنولع الدنيا. يا نحكم يا نولع لكم الدنيا بالأزايز دي. لإمتى؟ لإمتى الوضع ده هيدانه مستمر؟ مصيبة تانية، مصيبة تانية من اللي بيحصل. الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي قال اليوم إنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة الوزارة ضد جمعيات دور الأيتام التي تردد أنها زجت بالأطفال للمشاركة في مظاهرات الإخوان، مؤكدا أن عقاب هذه الجمعيات لن يتخيله أحد. ده لفظا. شايفين الأطفال هم مسيرتها هي. أطفالهم اللي كانوا ملبسينهم وشايلينهم أكفنا همت أكفانهم، واضح أن كتير منهم من أطفال الشوارع، ومش من أطفال الشوارع، من أطفال دور الأيتام. وحضراتكم عارفين أن بعض الجمعيات، وأشير لده بالمعلومات قبل كده واتكشف كتير في الإعلام، أن بعض الجمعيات الخيرية، تمام، ده على موقع رصد الإخواني واضح الكلام جدا الفيديو ده، بعض الجمعيات
لها علاقة وثيقة جدا وحميمة في التمويل وفي الإدارة وفي الملك وفي كل حاجة بجماعة الإخوان والجماعات المنصرة ليها. فدلوقتي هذه الجمعيات بتقوم بدورها، بتورط أطفال من دور الأيتام علشان يتحطوا درع بشري ويبقوا جثث بعد كده لا قدر الله تحت أقدام المرشد محمد مرسي، تسيل دماءهم تحت أقدام المرشد عشان ياخدها كده، ياخد دم الأطفال دول ويمسح على قرطه ويغسل إيديه بالدم، هو وجماعة الإخوان وقياداته البلتاجي واللي موجودين على المنصة. هم دول أطفال، شايفين البنات، بناتهم ولاد. فوزير التضامن الاجتماعي قال أنه في انتظار تقرير حول هوية الأطفال الذين استخدمهم الإخوان في اعتصام رابعة، وأشار إلى أنه لن يستطيع اتخاذ أي إجراءات ضد جمعيات دور الأيتام التي ذكرت أسماءها بناء على ما تردد من أخبار إلا بعد وصول التقرير النهائي. وقال أنه أرسل مندوبا من الوزارة لحضور المؤتمر الصحفي الذي عقد بالهيئة العامة للاستعلامات أمس، والذي أكد أن هؤلاء الأطفال تابعون لدور الأيتام بمنطقة مدينة نصر. وقال كمان أن مندوب الوزارة جمع كافة المستندات والتقارير التي استندت عليها الجهات التي أعلنت ذلك للتأكد من صحتها، وقال أن الإجراءات القانونية التي ستتخذ في شأن هذه الجمعيات لا يتخيلها أحد. مصدر قضائي، خبر تاني، مصدر قضائي اليوم قال في تصريحات أنه الرئيس، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور لا يملك، خلوا بالكم بقى ده مصدر قضائي بارز، قال أنه لا يملك حق الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي أو العفو عنه، لأنه متهم قيد التحقيق في جرائم جنائية لا تصالح ولا عفو فيها. وقال أنه ما يقدرش يعفو عنه إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي، فضلا عن أن أي قرار لرئيس الجمهورية المؤقت سيعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية. وقال أيضا أن عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت ونائبه الدكتور محمد البرادعي، ده طبعا على خلفية التصريحات اللي اتقالت مؤخرا من البعض حول منهم الدكتور البرادعي حول العفو عن مرسي، قال ان الاثنين لا الرئيس ولا نائبه لا يملكان التدخل في شؤون القضاء او ابرام صفقات سياسية بشأن قضية منظورة امام المحاكم. مفيش سياسة في القضاء، القضاء ده مستقل، المحاكم مستقلة. ما ينفعش كده تلاقي اقول لك عملنا اتفاق سياسي هنعفو عن المجرمين، لا، كل متهم ياخد حقه. والله المحكمة برأته، دي قضية تانية، ما برأتهوش يبقى الشعب المصري خد حقه. معانا سيادة المستشارة تهاني الجبالي، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ مجدي، اهلا بيك. اهلا بيك وكل سنة وانت طيبة. وحضرتك بخير، وحضرتك بخير. بطلة المحكمة الدستورية طبعا. لا، العفو العفو، احنا كلنا مواطنين بنأدي واجبنا يا استاذ مجدي في لحظة مصر محتاجة فيها لاننا نكون صادقين مع انفسنا ومع وطننا ومع ربنا. بالظبط. مش اكتر من كده. بالظبط، سيادة المستشارة. طبعا بخبرتك وعلمك القانوني والقضائي، ازاي نقدر نتكلم او نكيف فكرة الافراج عن محمد مرسي في اطار اتفاق او صفقة سياسية؟ هل ده له تكييف؟ والله تكييفه انه خيانة عظمى للشعب المصري. خيانة عظمى للشعب المصري، لانه اللي مش فاهم انه في ثورة قامت في البلد واسقطت نظام حكم على رأسه الدكتور محمد مرسي، وان هذه السلطة المؤقتة القائمة في البلاد مدينة لهذا الشعب بما خرج له من أهداف، وأنها لا تستطيع أن تساومه ولا يعني تجري صفقات في الكواليس على حساب ما خرج من أجله. هذه ثورة يا أستاذ مجدي كان عنوانها هو المطلب الواحد، يسقط حكم المرشد. معنى هذا أن الشعب المصري لما خرج كان عارف أنه بيحكم من جماعة وليس من مؤسسة رئاسة فيها الدكتور محمد مرسي. وهذا معناه أن الوعي الجمعي للشعب المصري قال ان انا كنت بحكم من جماعه خارج دائره الشرعيه والمشروعيه. ولما يكون في محال يعني اللي احنا بنعرفه دلوقتي بيتكشف لنا في حجم التنازلات اللي على مستوى الامن القومي، حجم الجرائم اللي ارتكبت وما خفي كان اعظم. وما نشوف ان كان في ذراعه للارهاب الاسود في جزء كنا بندفع ثمن دم عشان نحرره في سينا. ونشوف ان مصر كانت بتتباع قطعه قطعه وجمله وتفصيل، فيبقى من العار على اي انسان يشارك في هذه السلطه المؤقته ان يتحدث عن صفقات
يتم فيها تقديم تنازلات على مستوى المطلب اللي خرج الشعب المصري من اجل الثوره. والحقيقه انا حزينه وحزينه فعلا على الـ يعني بالذات في تصريحات الدكتور البرادعي. حزينه على رجل القانون ورجل السياسه ورجل الدوله. لانه ان كان نفي انه يشغل الان منصب نائب رئيس الجمهوريه، معنى هذا انه اللي بيصدر عنه من اقوال هي منسوبه لنظام حكم. منسوبة لرأيه الشخصي لأنه مسؤول في الدولة طبعا. لأنه لو رأيه الشخصي عليه أن يتنحى فورا عن منصبه ويطلع يقول اللي هو عايزه، لكن حين يقول مثل هذه الأقوال ويتحدث عن صفقات يتم بها إفراج عن الـ 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 المجرمين اللي لسه نصهم لسه ما طبطش عليه، يعني مطلوب الإفراج عنهم كمان قبل ما يتقبض عليهم وعفو عن رئيس ارتكب جريمة الخيانة العظمى قبل أن يتبقى الحكم. لانه احنا عندنا الجريمه بتاعت وادي النطرون فيها تحقيق قضائي مش تحقيق نيابه. ومن محكمه فيها حكم نهائي. معنى هذا انها ثابته بتحقيق قضائي وهو محال للنيابه العامه من اجل استحاله لمحكمه الجنايات قبل ان يخرج من الحكم. فكيف يمكن ان يقبل هذا؟ انه ما ارتكب في الحكم كان افدح واخطر. احنا بننتظر قواعد عداله انتقاليه عشان نحاسب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا عما جرى في مصر خلال عام من حكمه. وبنسال عن الجرائم الجنائيه عشان ناخد حق المجتمع، مش حق افراد، احنا مش صفقات. انا يعني برجو ان كل الاطراف ترتفع لمستوى المسؤوليه الوطنيه في هذه اللحظات ولا تساوم على وطن. مصر مش هي البلد اللي هتقدم امنها القومي مقابل امن جماعه ولا امن تنظيم ثبت انه متعدي لفكره الوطنيه. وان هو باع وخان ولا يجب ان يحاسب ويحاكم بتهم الخيانه العظمى. سياده المستشاره، قلنا احنا بقى نقدم فعلا للولايات المتحده الامريكيه الشريك الذي صنع هذا الـ يعني التنظيم وادار به المرحله السابقه في المنطقه من اجل تحقيق مشروع الشرق الاوسط الجديد بكل معطياته. وبنحاول نداري بقى على الحقائق اللي هتتكشف من القضايا والتحقيقات. فهو في كده حرص امريكي بريطاني الماني على عدم المحاكمه، واحنا بنحاول بقى في لوبي كده بيحاول يسهل لهم الماموريه دي. الحقيقه المره يعني. سياده المستشاره، هل المحاكمه القضائيه ممكن تكون بتثير القلق للاطراف الدوليه دي زي الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا والمانيا من كشف اسرار المؤامره اللي اتعملت الفتره اللي فاتت؟ طبعا بالتاكيد. وستحرج هذه الادارات امام شعوبها، ولان هناك الشعوب عندها ديمقراطيه تسمح لها بالمحاسبه فسيحاسبوا. عشان كده دي محاولات لي يعني ردم بقى على اللي حصل واللي اتصرف واللي اتعمل في مؤامرات من اجل الا تنهض مصر وان تحكم بهذا التنظيم المتعدي للوطنيه فعلا، وان يكون عنوانها هي المنظومه. يعني انت حضرتك شايف تنظيم الدولي مجتمع وبيضخ كل يوم يعني جديد في المؤامره التي تحك على مصر. والحقيقه احنا يعني لازم نبقى متنبهين انه اللي بيجرى في مصر مش عنوانه صراع محدود، هذا جزء لا يتجزأ مما يسمى بالجيل الرابع للحروب اللي بيتم بأساليب غير الغزو بالجيوش، ومصر بتعيش حاله حرب حقيقيه. علشان كده الشعب المصري بوظ كل المخططات دي. طبعا طبعا، لان هو بالحاسه التاريخيه احتشد وطلع ما حدش طلعه. لا حد يقدر من النخب السياسيه يقول انا قياده هذا الشعب، لا ولا حد يقدر يقول ان انا المسؤول عن اني يعني اخرجته. هو شعر بالخطوره على دولته وعلى مستقبله وعلى ثورته وعلى مكوناته فخرج احتشد احتشاده التاريخي. اللي بيخرج فيه محدش بيخرجه، واللي بيحسن فيه لما بيبقى الباقيين عاجزين عن الحسم. هو ده اللي حصل في مصر. طب سياده المستشاره، اي انسان منا ان ما كانش هيرتفع لمستوى المسؤوليه الوطنيه ويحترم هذا الشعب ولا يرهقه بمثل هذه المساومات والصفقات والتعاقدات ويعني ويتقي الناس فيه، فالحقيقه انا مش عارفه هيقابل ربنا ازاي. طيب سياده المستشاره، لو فرضا القياده السياسيه اتخذت هذا القرار في وقت من الاوقات وقررت العفو عن مرسي او غيره، ايه اللي في يد القضاء المصري؟ لان ده يعتبر تدخل في سياده القانون وسياده القضاء واستقلال القضاء المصري. ايه التصرف القضائي او القانوني اللي يكون في مواجهه هذا القرار؟ يعني انا اعتقد ان القضاء المصري لن يقبل بالتدخل في شؤونه ولا في نظر قضايا ولا في مسار قضايا منظوره امامه، ولن يكون الامر سهلا
على الرأي العام المصري ولا الشعب المصري اللي منتظر أن يجني حصاد ثورته وحصاد نضاله، وأن هو هيبقى يعني فعلا سقوط مروع لنخبة سياسية أنا أرجو أن لا يكون يعني آخرتها هو آخرة أحزاب ما قبل يوليو. آه تمام تمام. ويمكن علشان كده الضغوط الغربية كلها دلوقتي مش على مسألة عودة مرسي أو غيرهم، عرفوا خلاص انتهى، على عدم محاكمته. طبعا طبعا، عشان ما تتكشفش المؤامرات. والشيء المحزن انه يبقى فيه فعلا حالة من حالات السقوط كده، مش عايز اقول الجماعي لان صعب علينا قوي يا استاذ مجد، يعني تلاقي الصامتين وتلاقي المبررين وتلاقي اللي بيبحثوا لها عن يعني حيثيات عشان يدونا انطباع ان دي يعني رؤيه. لا، دي صفقه رديئه وفيها خيانه لاراده الشعب المصري، وانا اطالب كل النخبه السياسيه ان تتقي الله في وطنها وتتقي الله في الشعب المصري. واضح انه في اطراف عندنا كتير وشخصيات محتاجه تسترجل شويه، صح؟ اكيد. شكرا سياده المستشاره تهاني الجبالي. هنطلع فاصل دلوقتي، وبعد الفاصل هنشوف مع بعض كمان تقرير مهم جدا حول اعترافات او اقوال او شهادات اللي تعرضوا للتعذيب في سلخانة رابعة العدوية او في سلخانات الاخوان المختلفة. حضراتكم ضحية جديدة من ضحايا التعذيب. حضراتكم عارفين احنا خلال الايام الماضية شفنا مع بعض ضحايا كثيرين لاعمال التعذيب، وصلت لمرحلة ان منظمة العفو الدولية اصدرت بيان أمس قالت فيه بوضوح شديد جدا أنها تطالب بالتحقيق في الشهادات والروايات التي تتحدث عن تعذيب أعداد كبيرة جدا وقتل أعداد في الاعتصامات اللي بيقوم بها الإخوان وأنصارهم. ومنظمة العفو الدولية بتقول ذلك، عندما تقول ذلك فهي لديها أدلة وقرائن محددة على ذلك. هنشوف، هنطلع على فاصل ونشوف التقرير أحد ضحايا سرخان التعذيب الإخوان المسلمين.